الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، يقول سيدنا الشيخ الفشني رضي الله عنه وأرضاه شارحا لمتن زبير بن رسلان رضي الله تعالى عنهما ونفعنا بعلومهما علوم شيخنا في دارين اللهم امين، قال: وفي ركاز اي دفين جاهلي، هذا تفسيره شرعا، منهما اي الذهب والفضه الخمس، رواه الشيخان. ويصرف مصرف الزكاه، يعني الفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الايه، ثمانيه اصناف. ويخرج حالا، يعني لا يشترط فيه الحول، إذ لا يشترط فيه حول كالمعدن، كما أشار بقوله حالا كالزكاة قسما. لماذا؟ قال أنه حق واجب في المستفاد من الأرض، فأشبه الواجب في الثمار والزروع، يبقى هذا بيسموه قياس الشبه. يعني قياس الشبه؟ يعني الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما تبع، بأكثرهما شبه. هذا الركاز هل نذهب به مذهب أنه ذهب وفضة وأنه يجب فيه حوالين الحول وبلوغ النصاب، ويجب كذا النصاب لكن بلوغ الحول مضي الحول، ده اسمه أصل، هل نلحقه بهذا الأصل ولنلحقه بهذه الأرض التي تخرج يوم الحصاد وتحقه يوم حصاده؟ هنا فأشبه الواجب في الثمار والزروع، يبقى حينئذ ألحقه بأكثرهما شبه. إيه هو الأكثر الشبه؟ اللي هو الثمار والزروع. وخرج بدفين الجاهلية دفين الإسلام، يعني في قوله دفين الجاهلية هذا قيد، الجاهلية دي قيد، أخرج الدفين الإسلام. طيب، وهذه مسألة يعني كثير ما يسأل عنها الآن، كثير ما يسأل عنها الآن، وحكم الفتوى فيها الآن مختلف. إن فيه بعض الناس يجدون في بيوتهم ذهب وفضة، وهذا الذهب والفضة من زمان، من أيام الفراعنة في مصر، هل يجوز الإنسان يأخذ هذا الذهب والفضة وبعد ما هذا الذهب والفضة لم يؤخذ إلى آخره يؤخذ منه ونجريه مجرى الركاز؟ الفتوى على خلاف ذلك، فتوى على خلاف ذلك، لأن الحاكم له أن يقيد المباح، والحاكم عمل إيه؟ قال لكل من في مصر يملك ظاهر الأرض دون بطن الأرض، فظاهر الأرض ملكه، لكن ده دفين مدفون تحت الأرض، يبقى الحاكم عمل إيه؟ رفع اليد عن الاقتصاص، وصار ما في بطن الأرض ملك للدولة، عشان ما حدش يقرأ هذا الكلام يقول كويس، أجد آثار مثلا، أجد مثلا الذهب والفضة بتاعت الأرض ده، وهذا الذهب والفضة أخرج فيه الزكاة اللي هي الركاز الخمس
والباقي كلي أبدا. هذا الحاكم قيده، قال لك يا رجل أنت إذا وجدت هذا الكلام يجب عليك أن ترده إلى خزانة الدولة، إلى المختصين. يبقى معنى ذلك إن كثير في أيام الفوضى اللي مضت دي كثير من الناس باحثوا، وكثير من الناس أخرجوا أشياء، الأشياء اللي أخذوها دي حرام، يجب عليهم أن يرضوها لخزانة الدولة، لأن الحاكم رفع يده عن القصاص وقالوا لا، أنت ليك ظاهر الأرض دون بطن الأرض. قال تنبيه: شرط ملك الواجد للركاز ألا يوجد بملك غيره ولا بطريق مسلوك ولا بمكان مسكون أو مطروق كمسجد، فإن وجده في شيء من هذه الأمكنة فهو لقطة إلا أن يجده بملك غيره، وعرف ذلك الغير فهو للمالك إن لم ينفه ألا مجتبع، وإلا لمن تلقى الملك منه يعني الأول إلا أن ينتهي إلى المحيي يعني الذي أحيا هذه الأرض. ثم أخذ في بيان نصاب النبات، والأصل في وجوب زكاته قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. احنا قلنا أن في زروع وثمار، طيب الزرع ده اللي هو ما يقتات، هل أي زرع كده يقتات وأخرج هذا المحصول يخرج فيه زكاة من غير نظر إلى النصاب؟ لا، قالك لا، عندنا في الشافعية بيشترطوا هذا النصاب. إيه بقى النصاب؟ قال: في التمر والزرع النصاب رملي، كل هو 5 من الأرطال وربع 1000 رطل يعني 250 رطلا، فيصير مجموع النصاب بالرطل المذكور 255 رطلا، وهذا بناء على أن رطل بغداد 130 درهما على ما قاله الرافعي، وهو 5 أوسق جمع وسق، وهو 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، فالأوسق 5600 رطل بالبغدادي، والعبرة فيه بالكيل. يعني الكلام ده مختصر في أيام هذه 50 كيلة اللي هو 4 أردب وربع حوالي 50 كيلة. قال: والعبرة فيه بالكيل على الصحيح، وإنما قدر بالوزن استظهارا. قال: والنصاب المذكور تحديد، وكيله بالأردب المصري 6 أردب وربع أردب كما قاله القمولي، لأن الأردب بيختلف مكان إلى مكان. قال: ويجب أيضا في زائد على النصاب، يعني الزيادة يكون بحسابها بالضبط كده زي الذهب والفضة، مش زي الإبل والبقر اللي ما زاد فهو أقص، لا، اللي زاد فبحسابه. قال: ويجب أيضا في زائد على النصاب بحسابه وإن قل إذ لا وقص فيه كما مر، يعني كما مر في الذهب والفضة. قال: جف أي المعتبر في قدر النصاب حالة الجفاف أي بدو الصلاح كما مر، ويعتبر في الحب مع الجفاف كونه من غير أي من غير الحب كالتبن ونحوه. يعني إيه؟ يشترط يكون حاجة صافية ما يكونش بالتبن، والحب ذو العصف والريحان، العصف اللي هو التبن، لأن القمح بعد ما بيؤخذ ويحصد مثلا بيدرس بينزل منه التبن، إنما تحسبه إيه؟ لا، من غير التبن يعني صافي 50 كيلو صافي من غير أي من غير حب كالتبن ونحوه نقي أي صفية من ذلك. ويجب العشر إذ بلا مؤنة سقي،
طيب خلاص عندي خلاص 50 كيلو، اخرج ازاي؟ انظر اليه. لو كان عندما ازرعه استخدم الآلة في سقيه، الآلة اللي في سقي اللي هي الماكينة مثلا، الماكينة اللي انا استخدمها دي في رفع الماء من الارض مثلا او من الترع، دي آلة تحتاج الى مؤنة، يبقى حينئذ انا حينئذ قد تعبت اكثر، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يخف عني في هذه الزكاة. يقول لي ايه؟ تخرج نصف العشر يعني 5%. طيب لو كان السقي بالراحة، عارفين السقي بالراحة يعني ايه؟ يعني هذه الترعة جاية او المصرف، وبعد ذلك كل فيها اللي حاط قدام الارض عندي عبارة عن سد، كل فيها اللي يخرج بس هذا السد هكذا، تأتي الماء داخلة على الارض، يبقى هذا لم يحتاج الى آلة لنقل الماء من الترعة الى الحوض عندي عشان اسقي ابدا، ده كل اللي فيه اللي هو بيسموه سقي بالراحة. طيب السقي بالدولاب، عارفون دولاب؟ دي آلة بس مش آلة حديثة، ده آلة قديمة اللي هو كانوا بيسموها الفلاحين بالتنبور، لانه يخرج برضو كده، وهذا احتاج الى موان بفعل نصف العشر. قال العشر اذ بلا مؤنة سقي ذلك التمر والزرح، ونصفه اي العشر مع مؤن للزرح. قال والتمر كان سقي بدولابه اللي هو بيسموه التنبور او نضح لثقة المؤنة في الثاني وخفتها في الاول اللي هو بالراح، ولخبر البخاري فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال والعثري فتح المثلثة، وقيل بإسكانها ما سقي بالسيل، والناضح ما يسقى عليه من بعير أو نحوه، والأنثى ناضحة أو بهما، أي واجب ما سقي بالنوعين مما فيه مؤنة وما لا مؤنة فيه على السواء أن يوزع الواجب عليهم. دي بقى صورة ثالثة، أنا مثلا سقيت القمح عندي 6 مرات مثلا، فجو 3 بالمؤنة يعني بالماكينة، والتلاتة كان ربنا يعني محمل الجامعة الري على الفلاحين يعني هو زودوا لهم الترعة، فراح ساب الراح، يبقى يعمل ايه؟ يطلع 3 الأعشار يعني 3/4 العشر يعني 7.5%. قال او بهما، اي واجب ما سقي بالنوعين مما فيه مؤنة وما لا مؤنة فيه على السواء ان يوزع الواجب عليهما، فيجب 3/4 العشر يعني 7.5% عملا بواجب النوعين، فان سقي باحدهما اكثر من الاخر وزع بحسب النفع بسكون السين الوزن، يعني بحسب، اي بحسب عيش الزرع ونمائه والثمر ونمائه، لانه المقصود بالسقي، ورب سقيه انفع من سقيانه، فيجب بقسطه في الاظهر. تنبيه: يشترط في وجوب زكاة النبات غير مر أن يزرعه مالكه أو نائبه، فلا زكاة فيما زرع بنفسه أو زرعه غيره بغير إذنه، كنظيره في سوم النعم. يعني هناك شرط أن يكون سائما، كن مرعى واحد إلى آخره. قال وعرض متجر يعني بنصب عرض مفعولا مقدما، أخير حوله أي في آخره، أخير حوله أي في آخره، قوامه مع ربح بنقد أصله، اللي هو عندك سوبر ماركت يا شيخ خليل، تعمل إيه؟ تروح تقومه مع الربح عنده،
بنقد أصله، نقد اللي اتباع به، وإن أبطله سلطان. فإذا اشترى عرض للتجارة بشيء انعقد حوله ووجبت زكاته إذا بلغ ثمنه نصابا في آخر الحول. قد تصور مركز عندك في آخر يساوي 25,000 مثلا، خلاص يبقى تمسك الأصل 25,000 لهم اللي هو في الأصل، وما طبعا وما زاد في بحسابه، يبقى المال اللي معاك منه والتجارة تقومها طلعت مثلا 25,000، يبقى تخرج على الكل ربع العشر. على الكل على الكل. قال إذا بلغ ثمنه نصابا في آخر الحول. قال ويقاوم بما اشترى به هذا إذا ملك عرض التجارة بنقد ولو في ذمته، أو غير نقد الباد الغالب أو دون نصاب، فإنه يقوم به يقوم به، لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد، فلو لم يبلغ به نصابا لم تجب الزكاة. يعني في الأصل الحاجة أنت اشتريت بها. قال وإن بلغ بغيره، أما إذا ملكه بغير نقد كعرض ونكاح وخلع فبغالب نقد البلد يقوم به. دي صورة غريبة يعني لنا، عامل ايه بالظبط؟ امرأة يعني تزوجت وقالت للرجل ده انا مهري الدكان اللي عندك، ماشي، يبقى انا زيك هنعمل ايه؟ طيب حينئذ هو مش مقدر، يبقى حينئذ يقوم على الاصل. يقوم ازاي؟ بغالب نقد البلد يقوم به، الذي اذا كان في البلد اكثر من نقد، لكن الحمد لله يعطي نقد واحد بس. تتمة لو بيع مال تجارتي في أثناء الحول، مال التجارة في أثناء الحول بالنقد واشترى به سلعة، فالأصح أنه ينقطع الحول ويبترئ حولها من حين شرائها. ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبترئ الحول ويبطل الأول، يعني العبرة بآخر الحول. قال ولو كان معه 100 درهم فاشترى عرض للتجارة بخمسين منها فبلغت قيمته في آخر الحول 150 لزمته زكاة الجميع. قال باب زكاة الفطر. الأصل في وجوبها قبل الإجماع أخبار، الأصل يعني الدليل، وهذا انتهى هو من زكاة التي تجب في المال، هو يتكلم عن الزكاة عن البدن اللي هي زكاة الفطر. قال الأصل يعني الدليل في وجوبها قبل الإجماع أخبار، كخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن قال فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس قدرها صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فائدة. قال وكيع ابن الجراح اللي هو شيخ الإمام الشافعي زكاة الفطر رمضان كسجود السهو للصلاة، يعني شأنها كشأن، يعني ليس التشبيه من كل وجه، لا بل التشبيه من وجه واحد بس، أنها تجبر ما نقص، لأن حتى لا يتصور بتصور ان سجود السهو ما سجود السهو سنه، يبقى زكاة الفطر سنه، لا ليس التشبيه من كل وجه يا مشايخ، التشبيه من وجه واحد بس، من انها تجبر النقص. قال كسجود السهو للصلاه تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاه. قال ان غربت شمس تمام الشهر المعهود للصوم المفروض وهو شهر رمضان تجب، ومع ذلك مع الغروب آخر يوم تجب هذه زكاة، يبقى حينئذ قبل ذلك لا مش واجب عليك، أو هو
واجب لكن تقدمته، لكن امتى تجب؟ وجوبا كده مضيقا كان واجبة، لكن وجوب موسع. لكن تجب وجوب مضيق امتى؟ خلاص عند الغروب. قال تجب بالجزم، تجب جواب الشرط، اي وقت وجوبها من غروب الشمس اخر يوم من رمضان، لانها مضافة في الحديث. قال زكاة الفطر من رمضان في الخبر المار، فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعده. يعني واحد كان حي كده ومات بعد الغروب، واذا واجب عليه ولا لا؟ طيب ولد بقى ولد بعد الغروب، واذا لا زكاة عليه. قال وقت ادائها اي وقت الوجوب الى غروب شمس يوم الفطر. خلي بالك فرق بين وقت الوجوب، طيب، واخر حاجة ليها تخرج امتى؟ قال الى غروب شمس يوم الفطر. ويسن ان يخرجها قبل صلاة العيد للاتباع، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر كغيبة ماله، يعني العذر ماله غائب او المستحقين، ودي اظن نادرة ان مش هيكون في فقراء، لا في فقراء. وقدر المؤدى بالكيل، ايه بقى؟ صاع، يعني يخرج عن كل واحد ايه؟ صاع، اربعة امداد، والمد بقدر كده كف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ملء كف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال واربعة امداد بصاع المدينة في عهد خير كل الرسل صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم عليهم اجمعين. وقد مر ان المدة رطل وثلث، فالصاع حينئذ يكون خمسة ارتال وثلث رطل، رطل العراق بالجر بدل او بالنصب حالة او بنزع الخافض، يعني لنا حال او عسلنا منصوب نزع الخافض. قال والاصل الكيل، طيب، وانما قدر بالوزن استظهارا. والخمسة الارطار وثلث تقريبا كما قال، وهو بالاحفان، اي قريب اربع من الحفنات. اسمحفتني يا مولانا. قال يدي انسان معتدل الخلقة، يعني ليست يده يعني صغيرة ولا كبيرة. قال والصاع بالكيل المصري قدحان، وينبغي ان يزيد شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالها على طين وتبن ونحو ذلك. فائدة، ابدى القفال الشاشي معنى لطيف في ايجاب الصاع، قال وهو ان الناس، يعني الحكمة في ذلك ليه الصاع بالذات، قال ان الناس، قال ان الناس تمتنع غالبا من الكسب في العيد وثلاث ايام بعده، يعني ايام العيد دي ايام بيمتنع الناس في عن العمل، اللي هو اول يوم وتاني يوم وتالت يوم وربع يوم. قال ايه؟ ولا يجد الفقير من يستعمله فيها، لانها ايام سرور وراحة عقب الصوم. والذي يتحصل من الصاع عند جعله خبزة ثمانية ارطال، فان الصاع خمسة ارطال وثلث كما مر، ويضاف اليه من الماء نحو الثلث، فيجتمع منه ذلك وهو كفاية الفقير في أربعة أيام. وكثير ما تقرأ من هذه الحكم العظام في كتاب اسمه حكمة التشريع وفلسفته للشيخ أحمد الجرجاوي، وبعد ذلك عمل له ملخص، والكتابان موجودان مكتبة القاهرة، حكمة التشريع وفلسفته. عندك كتاب ده؟ أيوه عند صديق، صح. قال وجنسه أي الصاع الكوت من المعشر، يعني الذي يجب فيه العشر أو نصفه، لأن النص قد ورد في بعض المعشرات كالبر اللي هو نوع من القمع، والشعير والتمر والزبيب، وقيس الباقي عليه بجامع الاقتيات، يعني العبرة في ذلك غالب قوت البلد أي المخرج عنه.
ويختلف ذلك باختلاف النواحي. فأوفي الخبر لبيان الأنواع لا للتخيير. قال طبعا عندنا بنخرج في عند نحن الشافعية الذي يخرج عندنا القوت، أما المال فهذا مذهب السادة الأحناف. مذهب مين؟ السادة الأحناف، وهو المفتبه في مصر، مفتبه بذلك في مذهب السادة الأحناف. أما عندنا نحن الشافعية فنخرج إيه هذا الأمر المقتات. قال والمسلم الحر تجب عليه فطرته، فلا فطرة على كافر ولا رقيق. يعني شرط اثنين، المسلم والإسلام والحرية. قال وتجب أيضا على من تجب عليه الفطرة، يعني فطرته الذي عليها موتته، مضم ميم وسكون الواو، بسبب زوجية أو قرابة أو ملك. يعني مش عليها بس، علاني وعلى زوجتي وعلى القرابة اللي يجب عليه أن أنفق عليهم، أو الملك، يعني عندي عبد أنا مالكه. قال واستثني من أن الفطرة تتبع، واستثنى من أن الفطرة تتبع النفقة من يكفر والعياذ بالله من رقيق المسلم. عندي ولد عبد راح كفر ولا يجب، وقريبه وزوجته الكفار والعياذ بالله. عندك واحدة كده كافرة يبقى لا يجب عليك ان تخرج، لا يجب عليه اصلا زكاة، زكاة الفطر. فلا تلزمه فطرتهم، وان لزمته نفقتهم. يعني هو القاعدة ايه؟ ان كل من تلزم، كل ما يلزمك نفقتهم يلزمك فطرتهم. قال الا ما استثني من ذلك. الزوجة يجب عليك ان تنفق عليها. طب نفض اللي انت تزوجت واحدة نصرانية او واحدة يهودية، يجب عليك النفقة ولا يجب عليك الفطرة. قال وإن لازمته نفقتهم. اما من لا تلزمه فطرة نفسه كالكافر فلا تلزمه فطرة من تلزمه نفقته. نعم، يعني هذا استثناء استدراك، يلزم الكافر فطرة رقيقه وقريبه وزوجته المسلمين بناء على أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها عنه المؤدي، ويعتبر في المؤدي اليسار، فلا فطرة على معسر وقت الوجوب. يعني العبرة بذلك أن يكون ميسرا عليه وقت الوجوب. قال وإن أيسر بعده، يعني حتى لو قالوا يسار ماله بعده لا يجب، لأن المفترض فيه وقت الوجوب. وأشار إلى ضابط ذلك بقوله مهما يفضل بضم المعجمة وفتحها عن قوته، أو يفضل عن قوته وعن خادم يحتاج إليه لخدمته، وعن منزل يسكنه لائق به، وعن دينه على رأي ضعيف. يجب عليك أن تكون إمتى هذا الكلام؟ إيه هو القدر اللي أقول لك ناريا خلاص أنت الوقت كده فيها يسار، وما يكون عندك زائد عن قوتك وقوت من تلزمه النفقة. قال وعن منزل يسكنه لائق به، وعن دينه على رأي ضعيف. والمعتمد أنه لا يشترط كونه فاضلا عن دينه ولو لآدمي كما رجحه في المجموع. قال وعن قوت من مؤونته، فتح الميم وضم الهمزة وبالنصب معمول قوله يحمل، أي الذي يحمل المؤدي مؤنته عنه وجوبا يوم عيد وليلته، يوم العيد والليلة دون ما عداهما. ويشترط أيضا كونه فاضلا عن دست ثوب يليق به. خاتمة، الأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه إخراجه. يعني أنا عندي الوقت كده
حاجة كفايتي، سواء ذلك عندي حاجة بسيطة، هذه الشيء البسيط هذا أقل من الصاع، مثلا نصف الصاع. طبعا عندي كل إنسان يجب عليه صاع، عندي مدين مثلا والصاع أربعة، يبقى حينئذ يلزمه أن أخرجه. قال يلزمه إخراجه، وأنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه ثم زوجته ثم والده الصغير ثم الأب ثم الأم ثم والده الكبير، يبقى الفروع ثم ذلك الأصول. ونقف عند باب قسم الصدقات نكمله في الجمعة المقبلة إن شاء الله، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواريها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.